أستاذ الدكتور ياسين عبد الغفار، حياتك أشرفت طوال عمر وحياة عبد الحليم حافظ عليه كمريض، ويمكن حضرت كمان آخر أيامه. ما الذي تذكره عن عبد الحليم كإنسان مش كمريض الأول يا فندم؟ لعل الحرمان القديم الذي يعانيه إنسان ما هو الذي يجعله في النهاية إنسانا مضحيا وعطاءا معطيا. أستاذ الدكتور ياسين عبد الغفار، حياتك تقول لنا، هو عمل كام عملية جراحية؟ وهل كان مفروض يتبع نظام أو رجيم معين في حياته؟ عدد العمليات هو عملية الدوالي، عملية المرارة، عملية الفت، يعني دول على الأقل دورهم ثلاث عمليات لها عملت. وأما من ناحية اتباع الرجيم واتباع النظام فده كان عنصر أساسي في خطة العلاج، فكان هو مطالب بهذا دائما، وكان بهذه المناسبة طبعا بيبذل كل جهده لكي يلتزم بهذه النواحي في العلاج، ولكن قطعا بيكون هناك أمور أقوى منه، وبالتالي ما كانش بيستطيع دائما أن يكون في حدود التعليمات المطلوبة منه. ده بالنسبة لغذائه وبرنامجه اليومي. بالنسبة للعمل وكثرة العمل وكثرة البروفات إلى آخره اللي كرس حياته له، ما في شك إن ده كان عنصر من عناصر مخالفة العلاج. كان من المطلوب له وخاصة الفترة الأخيرة من مرضه أن يلتزم بمطلب الراحة، تجنب الإجهاد. ده بنعتبره إحدى التعليمات أو أحد التعليمات اللي إحنا بنلقيها لمرضى تليف الكبد، وخاصة في الفترة المتقدمة من هذا المرض، تجنب الإجهاد. أعتقد أنه العنصر ده ما كانش موفى تماما بالنسبة للمرحوم عبد الحليم، وده مثلا كما أذكر مثلا في البروفات، وإحدى البروفات بتاعت الأغنية الأخيرة بتاعته، أنا كنت بأسمع أنه كان بيقضي الساعات المتواصلة في أداء هذه البروفة، وقطعا ده كان بيتطلب جهد ومشقة لم تكون الاثنين في صالح العلاج. أعتقد أنه ما في شك أنه كان هناك انفلات من هذه الناحية. ما في شك يا فندم أنه قطعا بعد كل تعب كان بيقول توبة، زي ما كان بيغني توبة، لكن ما بيقدرش يحافظ على وعده مع الطباء. كان أيضا بيقول أنه قدر أحمق الخطاة، زي ما قال تمام. ونقدر نقول ان عبد الحليم حافظ كان موعود بالعذاب من يومه. حياتك تذكر اخر ايامه؟ طبعا اذكرها بكل وضوح. اذا كنت تقصد اخر ايامه في مصر ولا اخر ايامه في لندن؟ الاثنين يا فندم. واذا تقصد باخر ايامه، ما طول هذه الأيام تقصد؟ السنة الأخيرة، السنتين الأخيرة، الشهور الأخيرة، الأسابيع الأخيرة؟ بالتحديد الأسابيع الأخيرة. الأسابيع الأخيرة أذكرها لأنه الأسابيع الأخيرة كانت تمثل نهاية هذه المرحلة المرضية الطويلة، وكانت تمثل قمة المضاعفات التي يصاب بها مريض تليف الكبد. إذا كنا نقصد الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين، فده الوقت اللي بدأت تظهر فيه الصورة المتكاملة لمضاعفات المرض، بالذات في صورة الاستسقاء، يعني تراكم مية داخل البطن، في صورة تراكم مية داخل في القدمين وفي الأرجل، في صورة الضعف الشديد المتناهي اللي يصيب المريض في هذه المرحلة المتقدمة الأخيرة. أذكر هذا جيدا طبعا، لكن أذكر في نفس الوقت ولا أستطيع أن أنسى أنه
رغم كل هذه المعاناة الجسدية والعجز البدني الكبير اللي كان بيعانيه، كانت روحه عالية جدا، وكان إيمانه شديد جدا. ولعل من خلال هذه الروح وهذا الإيمان استطاع أن يجتاز مواقف مرضية شديدة، وأن يتخطى مضاعفات كثيرة كان ممكن أن تودي بحياته لولا هذه الروح القوية والإيمان الشديد. وده احنا بنطالب كل مريض في الحقيقة أن يتحلى بهذه الصفات، الروح المعنوية العالية والإيمان الشديد، لأن دي قنطرة النجاة التي قد لا يستطيع الطب أن يهبها له، الطب المجرد.